فاجأتوني. Thank you so much. حبيبي thank you. لا لازم أخلص. أتوتر. هلا فيكم في The Artist House by T. رمضان كريم ومعاكم أمل إبراهيم ميك اب ارتست من الإمارات. واليوم أنا جاية أفتح البوكس الخاص فيني. طبعا للحين أنا ما أعرف شو في البوكس، فبتكتشفون هالشي معاك. أنا أول شي رسالة. مرحبا أمل الحلوة، برمضان الكرم ورمضان العطاء حبينا نهديكي وشوي ندللك ونهتم فيكي. عم نهديكي من ماركة انت كتير بتحبيها وقبل فترة بإيفنت شاركتي فيها. اللي تابعوني بيعرفون أي ماركة منتجات اللي تهتمي ببشرتك وتلحقي حالك بشوية وقت لنفسك. أحتاج هالمنتجات. أما الهدية الأخيرة مش إلك بس لحدا معنا هلأ، وهي لأكتر شي بتحبيه وناطرتي. احنا معك عم نستنى فيه. والحين بفتح معاكم الهدايا. طبعا مثل ما تشوفون اول منتج واسو. هذا لاين من شيسيدو. عندكم هذا عبارة عن مرطب، اخر خطوة في السكين كير روتين مالكم. في واقي شمس SPF 30، وبعد اويل فري. وايد بنات خفيف على البشره، هذا اللي احبه فيه. بعدين تعرفوا المنتجات اللي يكون فيها واقي شمس تكون اوفر بيضه، بس هذا اذا دمجتوه بالطريقه الصح لاحظوا كيف لون بشرتي، مش ما تعطيك هالطبقه البيضه اللي بعدين تتحول رمادي، لا بالعكس لونه يجنن وايد خفيف على البشره. عندنا المنتج الثاني. طبعا بنات انا وايد احب منتجات السكين كير من شيسيدو. الله هذا وايد حلو، هذا الفايتل بيرفكشن، يساعد على شد البشره. متى تستخدمونه؟ اما الصبح ولا المساء قبل النوم، بس اهم شيء بعد ما تنظفون البشره عدل. شوفوا اللي احبه بعد في منتجات شيسيدو، لاحظوا الفخامه، لاحظوا الفخامه في الباكجينج. استمتع وانا افتح الهدايا. هذا بعد فايتل بيرفكشن، بس هذا اللي هو الاي ماسك ليفتنج. اوكي، عباره عن شرايح، بروكم كيف تكون من داخل كذي. الماسك اللي ينحط تحت العين. بنات هاي نتيجته عادي، اذا انت استمريتي عليه النتيجه تبدا تبين في اسبوع. تستخدمينه 3 مرات، مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. شو يسوي؟ يخفف من الهالات السوداء ومن الخطوط، التجاعيد اللي تحت العين والانتفاخ. فاللي يعانون من الانتفاخ هذا وايد بيفيدكم. هالمنتج انا استخدمته بنات على فكره، وبتشوفون فيديو في رمضان وانا مسويه توتوريال على هالمنتج. وايد حلو، يعني يمكن من احلى البرايمرز اللي جربتهم. يرطب الوجه، تخيلوا برايمر يرطب الوجه لمده 8 ساعات، بلس انه يخفف من مظهر المسامات ويخلي البشره تشي تبين سموذ. يعني تعرفوا حتى لو فيك خطوط رفيعه، لو فيك مسامات صغيره، هذا يخفف من مظهر المسامات والخطوط الرفيعه. شوفوا ما تحسون البرايمر السيليكون، لا تحسون في نسبه ترطيب. من كذي يتم الترطيب 8 ساعات. لاحظوا مو بسيليكون. هذا الالتيميون 3.0، عباره عن سيرم تستخدمونه قبل الكريم، يعني تحطون السيرم بعدها تحطون فوق الكريم. 2 بامبس الصبح و 2 بامبس المساء، على حسب اذا انت مثلا تحسين ان بشرتك وايد دهنيه، مع انه هو على فكره يناسب كل انواع البشرات ومش اويلي، فبس اذا انت تحسين بشرتك وايد دهنيه تقدرين تحطين 1 بامب. للي مثلا نفسي بشرتهم جافه ولا عاديه تقدرون تحطون 2 بامبس. اوكي، وبعدها توزعونه على البشره. الحلو فيه ان مع الاستخدام لازم الاستمرار، بتلاحظين ان المسامات خفت، بتلاحظين ان التجاعيد خفت، والاحلى ان بتلاحظين ان بشرتك صارت صحيه ونظره.
رتبت لكم المنتجات على حسب الاستخدام. عندكم ستيب 1 الماسك اللي هو حق العيون، بعدها عندكم السيرم، بعد السيرم بعد ما تحطون 2 بامبس من السيرم تحطون المرطب اللي هو الكريم، وبعدها تحطون واقي الشمس، وبعدها اخر خطوه اللي هو البرايمر، وتقدرون بعد خطوه البرايمر تبدون الميك اب. في رمضان انا سويت كامبين مع شيسيدو برودكت من هالمجموعه، واباكم انتم تخمنون اي برودكت من هالبرودكتس انا استخدمتهم في الكامبين، واباكم تكتبون الجواب في خانه التعليقات تحت الفيديو، وبنختار ثلاث حلوات بنهديهم هالمجموعه كامله اللي قيمتها 1900 درهم. كونوا جزء من عائلتنا وسووا سبسكرايب لقناة تاش باي تي على اليوتيوب، وأكيد فولو تاش باي تي على الإنستغرام، لأنه راح يتم إعلان أسامي الفايزين كل يوم جمعة عندهم على الستوريز. ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله أنكم تكونوا استانستوا معي في الحلقة مثل ما أنا استانست معاكم.